Thank <laughs> you. من علوم الجو مشاهدينا الى الصحه وعيشها صح هي حمله تحفيزيه لخساره الوزن عند الاطفال اللي يعانون من السمنه وينظمها المركز الثقافي للطفوله بنعرف تفاصيل اكثر مع دعاء الفياض من كتارا صباحك الله بالخير صباحكم الله بالخير زميلاتي وصباحكم الله بالخير مشاهدينا مثل ما قلتي خلود حملة عيشها صح طبعاً هي لتشجيع الأطفال على خس... تشجيع طبعاً أو تحفيزهم لخسارة الوزن بالنسبة للي يعانون من السمنة وهذا الموسم الثاني وكذلك يطلق أو يفتتح المركز الثقافي للطفولة البرنامج اللي هو القائد الواعد كذلك في نسخته الثانية وهو عبارة عن نشاط تربوي تدريبي يركز على تعزيز القيم والممارسات القيادية للطلبة معانا السيدة منى المزروعي مدير إدارة الأنشطة المجتمعية تكلمنا أكثر عن هالحملة وهالبرنامج صباحك الله بالخير صباح النور لك جميع المستمعين وشاهدين. يعطيك العافية بداية لو تكلمينا عن الحملة اللي هي حملة عيشها صح أه حملة تعيشها صح بالضبط هي تساعد الأطفال اللي وزنهم زائد أو الناشئة على خساره الوزن من خلال تدريبات رياضيه وورش توعويه عن الغذاء. هي بتتمشى من خلال المدارس او من خلال الاهالي؟ هو لان المدرسه عامل اساسي مهم يساعد على تشجيع وتحفيزهم الاطفال، فالحمله بتكون على عده مراحل، المرحله التحضيريه الاولى هي عباره عن دراسه مسحيه لعدد 5000 طالب وطالبه. من عمر 12 سنه لين 18 سنه الدراسه المسيحيه حق ال 5000 طالب وطالبه نطلع منه بخلاصتين خلاصه الاولى ان احنا نطلع نسوي بحث في النهايه بنتائج بتوصيات والخلاصه الثانيه اللي هو يطلع لنا اللي وزنهم زائد نقعد معاهم نعطيهم ورش وتوعيه وبالتالي وبناء على رغبتهم انهم يدخلون في برنامج ولقاء اسبوعي عن رياضي، صحي، توعوي مختلف من خلال مدربين ومتعاونين ويانا. طيب هذه الحمله يعني ايش كثر مدتها؟ اربع شهور ونص تقريبا. أربع شهور ونص إيش كثر المفروض يعني ينزل الطالب أو خلينا نقول الناشئ من وزنه؟ والله هو اللي يمكن الفكرة الأساسية مش نزول الوزن مثل ما إحنا نقصد منه يغير حياته الصحية والغذائية يعني خلال الأسبوع يكتب لنا هو اللي كلاه يسجل لنا الاشياء اللي كلاها، في اللقاء الاسبوعي نقعد نعطي توعيه عن الاكل الصحي، شلون يغير حياته، نعطيه خطوات المشي، يحاول انه هو يمشي اكثر ويزيد المشي، نحاول ان نحفزه عن طريق مرشدين تربويين، يحفزونه انه هو عشان ما يثبط، يعني تغيير حياه صحيه كامل بالنسبه للناشئ. يعني افهم من كلامك ان الهدف مش خساره الوزن كثر ما هو ثقافه. هذا هو خسارة الوزن يعني هاي هو الهدف الثاني، المسابقة تعطيهم حافز لانهم ناشئة فالمسابقة تعطيهم حافز يعني اكثر واحد يخسر الوزن تخليه دائما انه هو متحفز ومتشجع انه هو يوصل حق خسارة الوزن في نهاية الحملة، اللي بيكون اكثر خاسر للوزن بيكون يعني له هدية وتكريم ومسابقة في نهاية المسابقة يعني. انتم بتعلمون الناشئ هل لاولياء الامور او الاهالي مثلا خلينا نقول ورش او محاضرات من خلالها يعرفون شلون يديرون امور التغذيه الصحيحه بالنسبه حق عيالهم؟ بالنسبه للحمله في ورش عن الغذاء وفي ورش عن اللياقه البدنيه في المدارس تقريبا ثمان ورش. بالنسبه للاهالي الاهالي جزء واساس مهم في انهم يساعدون الطالب على انه هو يخسر وزنه فبيكون عندنا لقاء هذا اللقاء اللي مع الاهالي في بدايه الحمله نعرفهم عن شنو الحمله وساعاته وشلون هو يساعدنا وبالتالي في بعد ورش يعني تحفيزيه للاهالي ان السمنه تاثر عليهم وتاثر على الناشئه وانه اذا استمروا في الوزن الزائد بيكون يعني مصاحب في امراض تكون يعني مستعصيه في المستقبل يعني بتكون في توعيه للاهالي من خلال اللقاء البدائي. خلينا ننتقل حق موضوع القائد الواعد. إيش هو هاي البرنامج بالضبط؟ أيضاً القائد الواعد في النسخة الثانية فكرة القائد الواعد أنه هو أن ندرب الناشئة على مهارات القيادة من خلال برنامج مدروس ورش مختلفة البرنامج هذه مش من خلال المدارس من خلال فئات المجتمع من عشر سنين إلى ستة عشر سنة مفتوح بدأت الورش أو البرنامج للبنين لقاء ثلاث مرات في الأسبوع وبعد انتهاء من البنين بيكون الورش للبنات يعني هي الفترة على فترات فترة البنين والبنات في نفس الوقت ولا لا, لا بتخلصون البنين نهائيا بعدين إحنا حاليا سجلنا البنين وبعدين في الورش لكن والويب سايد الحين للتسجيل للبنات اللي بتبتدي في بداية اكتوبر يعني شنو الاهداف اللي تسعون لتحقيقها من هاي البرنامج؟ الهدف الاساسي هو تدريب الناشئه على اساليب القياده وعلى اكتساب مهارات القياده من خلال ورش مختلفه، الورش شلون صفات القياده هو اذا بيصير قائد شنو الصفات اللي مطلوبه هو يتوفر يعني تكون موجوده فيه، شلون يقدر يلقي وشلون يقدر يعرض الموضوع اللي هو بيتكلم منه، شلون يدير الجماعه، شلون يحل المشكلات، شلون يوصل حق التخطيط الاستراتيجي يدير الوقت في نهاية القيادة هذه البرنامج القيادة يوصل إلى تخطيط استراتيجي للحياة شو نحط خطة استراتيجية له في حياته إذا يعني مدتها كثر ولمتى التسجيل مفتوح و <applause> <applause> مدته بالنسبة للقائد الواعد مثل ما قلت لك مفتوح يعني يعتمد على حسب لنا ورشة فالحد الأقصى خمسين متى ما يكتمل العدد خمسين خلاص يتسكر التسجيل من الويب سايت للمركز بالنسبة حق اللي يسجلون أنت قلتي ويب سايت فهل مثلا هم عن طريق المدارس أو خاص يعني, يعني كل طفل بنفسه مفتوح للفئات يعني للأطفال مفتوح حق الكل يعني مسائيه مش فتره صباحيه سيدة منى المزروعي مدير إدارة الأنشطة المجتمعية يعطيك العافية وكل الشكر لك شكرا جميع المشاهدين زميلاتي العزيزات هاي كان مقابلتي مع السيدة منى المزروعي مدير إدارة الأنشطة المجتمعية من المركز الثقافي للطفولة ونرجع لكم في الإستديو شكرا دعاء والشكر أيضا موصول لضيفتك وبننتقل بعد يعني تقريبا عن مواضيع الاطفال ولكن الشعر وادب والادب في موضوع الاطفال ومعنا حصه العواضي وهي علم من اعلام الثقافه في قطر برعت في الشعر والقصه لها اسهامات مميزه في ادب الطفل صرنا اكيد نحن نلتقي فيها في هذا الصباح المميز بنبحر معاها في محطات متميزه من حياتها الادبيه لو مرحبا يا هلا ومرحبا فيك نورتينا اكيد اهلا اهلا في, في الاستديو استاذه من فتره كان عندك امسيه شعريه لو تكلمينا عنها كانت امسيه شعريه تحت رعايه طبعا قطر فاونديشن كانت مسائيه وحضرها والله في ناس وايد حضروها عرب واجانب ما شاء الله يعني فكان في ترجمه اعتقد للاجانب مترجمه يعني كنت مع الاستاذ علي مرزه علي مرزا طبعا اثار الحضور بحماسة و الوطنيه الحماسيه بالنسبه لي انا حاولت اخفف الوضع وهدي الموضوع من الحماسه الى الرومانسيه واشياء اجتماعيه بسيطه يعني بحيث انه ما يطغى الحماس كله على الجو جميل استاذه استغرقتي وت... يعني خلينا تفرغتي لفن جميل هو كتابه للاطفال قصص الاطفال شلون كانت تجربتك وشلون بديتيها؟ بدايتي مع الاطفال بدات من وانا صغيره كنت يعني كنت مساهمه في برنامج الاطفال في الاذاعه من وانا صغيره بالمدرسه يعني في البدايه كنت اعد واقدم فقرات لبرنامج الاسره ومنها دخلت الى مجال الاطفال وكنت اعد واقدم ايضا برامج الاطفال في الاذاعه هاي كانت كلها في المرحله الثانويه وبعدين لما رحت الجامعة درست إعلام تخصص إذاعة وتلفزيون ورجعت عشان أمسك قسم الطفولة والأسرة بالتلفزيون قطر فترة معينة وبعدين يعني تقريبا شبه تفرقت بين الإذاعة والتلفزيون برامج الأطفال حاليا شبه متفرقة يعني. زين فتره من فترات شاركت في كتابه لبرنامج طبعا الاشهر اللي هو افتح يا سمسم. زين حدثينا عن هاي التجربة وشلون كانت؟ برنامج افتح يا سمسم طبعا كان الجزء الأول عرض سنة تسعة وتسعة وسبعين كنت أنا توني متخرجة من الجامعة يعني تسعة وسبعين إنما ما شاركت في الجزء الأول، الجزء الثاني تم تمت دعوتي إلى الورشة يعني البرنامج. وطلب منا يعني مجموعة معينة من الأفكار نحن نقدمها لهالبرنامج وشاركت أنا في هالأفكار بتأليف مجموعة من الحلقات ودخلت الحلقات في الجزء الثاني من البرنامج حلو. هاي كان يعني مشاركتي مع فتح يا سمسم حلو. استاذة أيضا كان لك أعمال عرضت ونفذت كمسرحيات للأطفال عندنا بعض الصور قاعدين نعرضها للمشاهدين كانت لك يعني تجارب مو بس أن أنت قدمتي للطفل أنت خلينا نقول تعايشتي معاه أو ترجمتي له احساسك ومشاعرك شلون كان احتكاكك بالطفل اللي انت اصلا تحبين تكتبي له انا احاول استخرج الطفل اللي داخلي في طفل في داخلي لازالت صراحه تسهرني تارقني وهاي الطفل متعبتني وايد على اساس اني اطلع اشياء عدل للاطفال مو اي كلام القصة اللي أكتبها يعني أقعد أقرأها وأعيد كتابتها وأعيد يمكن هي عبارة عن عشر صفحات أو ثمان صفحات بالكثير إنما أعيد قراءتها وكتابتها عشرات المرات وما أطبعها إلا بعد ما أتأكد منها إن هي فعلا وصلت للمستوى اللي أنا أبيه فتأخذ القصص عندي خمس سنين أو ست سنين في الأدراج قبل ما تطلع من مكانها. يمكن هذه أحد عيوبي إن أنا عندي أشياء وايد موجودة في الأدراج أنا ما أقدر أطلعها حاليا نحس. بالعكس هذا أنا أشوف أنه حرص يعني هذا يمكن سر التميز انه يعني, يعني صحيح جيل بعد جيل هذا شيء كبير استاذه يعني خلينا نتكلم عن الاشياء اللي تحبين تكتبينها حق الاطفال ولا اللي تنفعين بها الاطفال خصوصا انت قلتي اظهر الطفل اللي داخلي كل الانسان في طفل داخله كل واحد زين. في طفل داخله متى يطلع لما يعاشر الاطفال لما يقعدوا ويا الاطفال تحسين انا يعني نزلت 10 سنين ورا ولا 15 سنه ورا مع قعدتي مع الطفل شو الشيء اللي تحبين تنقلينه حق الطفل ولا تكتبين للطفل شيء جدا مهم في ذاتك انا جاوب عن تساؤلاتهم الاشياء اللي الاطفال يسالونها انا كان عندي اطفال صغار يعني اولادي كبروا والحين كانوا يسألون أسئلة يعني بالنسبة لي كانت أسئلة صعبة ما كنت أقدر أجاوب عليها في فترتها فهاي الأسئلة هذه يمكن صارت حاليا مواضيع قصصي الأخيرة يعني في قصص وايد كتبتها من تساؤلات عيالي من تساؤلات الأولاد بعدين أنا يعني كنت يعني أشرح لهم الأمر بشكل أه ودي بشكل خيالي بشكل خيالي لما يقول لي ولدي مثلاً هو صغير عمره ثلاث سنين ماما وين الشمس اليوم؟ ليش الجو مغيم وهذه؟ فاقول له الشمس نايمه ليش؟ لانها بردانه وين هي؟ قلت له هي متحل... متلحفه بشنو متلحفه؟ متلحفه بالغيم صار الغيم هو غطاء الشمس بالنسبه حق الطفل اللي عمره ثلاث سنين اما صار الصيف وراحت هالغيوم فجأه لقيت ولدي يقول لي ماما من اللي شق برنوص الشمس؟ <applause> فانا نسيت موضوع برنص الشمس قلت و... له وين قال اكو فوق برنص الشمس مشقوق فهني عرفت ان يعني القصه فعلا الموقف اللي انا تخيلته لو قلت له اثر فيه عرف أنه هاي غطاء الشمس وان هاي غطاء الشمس انشق تشقق قلت له عشان الشمس صارت قويه وذوبت كل شيء حوالينها فهاي اسئله الطفوله البريئه منها انا اخذ موضوعاتي تقريبا ال الاختلاف والتنوع في كتاباتك من شعر سواء في حب او رومانسيه لين التوجه لين الطفل وال يعني الإجابة عن اسئلته بطريقه يعني خلينا نقول شاعريه وجميله بهالطريقه شنو سر هذا التنوع في هالموضوعات؟ شلون تقدرين تعيشين او طبعا يعني اكيد ما ننسى موضوع الصحافه والعمود اللي عندك في جريدة الراية يمكن كل هذا ينبع من نبع واحد الحياة الاجتماعية أنا, أنا أعيش في حياة اجتماعية معينة أم عندي أسرة فكل هالموضوعات تطلع من هاي الأسرة تربية الأسرة وتربية الأبناء كله في نفس الدائرة الدائرة الأسرية سواء كان شعر أو سواء كان قصة أو سواء كان موضوعات يعني مقالات أو شيء كله في دائرة الأسرة وانا اعتبر نفسي يعني راعيه اسره يعني ربة بيت وراعيه اسره وهذا الشيء يعني يسهل يسهل علي اني انا الاقي موضوعات وايد للكتابه. يعني شنو احلى من شيء ام فيها يعني الشعر ولا الادب الله يطول في عمرك يا رب ويخليك ان شاء الله, الله ومنتقدم الى تقدم باذن الله السادة حصه العوضي شاعره وروائيه وكاتبه يعطيك العافيه على تواجدك معنا اليوم كنا جدا جدا سعيدين في هذا اللقاء <applause> <applause> شكرا وانا سعيده جدا بوجودي معك تسلمين ما تقصرين مشاهدينا فاصل ثاني بحلقتنا ونتعرف بعدها على تفاصيل حمله دلني لهالموسم مع نديب سعود تابعونا